كابتن عادل الف مبروك. الكبير بيعرف يكسب في اي وقت. الاهلي بيعرف يكسب. يعني الاهلي هو الكبير. خلينا نتكلم انه الاهلي بيعرف يكسب بمهما حصل، كنت كويس ومش مش كويس. انا بعجب دائما لما بتكون بتوصل في المباريات اللي هي المجموعات او او البطولات اللي زي، انت بتروح لهدفك. هدفك ايه؟ هو انك تكسب. هدفك ايه؟ انك انت تصعد للدور الثاني. ممكن توصل له باي طريقه، بس انت عندك ميزه كويسه قوي. انا بحب الميزه دي طول عمري، ان النادي الاهلي طول الوقت عنده احق ان هو يكسب. هو اللي عايز يكسب، هو اللي عايز يكسب، هو اللي عايز يكسب. ودي حاجه كويسه قوي. كونك انك هتقابل ريال مدريد فدي حاجه يعني حاجه كويسه قوي تناسب النادي الاهلي. انا بقول لك تناسب النادي الاهلي. الحاجه الثانيه المهمه ان الاهلي النهارده بغض النظر عن الاداء المتفاوت ما بين الشوط الاولاني والشوط الثاني، واللي انا شايفه واللي انا شفته انه التغييرات اللي غيرها مستر كولر في الاخر اثمرت. يمكن احنا اتكلمنا في اول الشوط ان قفشه طلبنا بقفشه يكون، طالما حمدي فتحي بيلعب تحت المهاجم طلبنا ان قفشه يبقى الموجود، لان قفشه اكتر وافضل واقوى، وطالبنا ببقيه التغييرات. لكن على الاخص قفشه احنا بنتكلم على لو انت بتلعب بطريقه حمدي فتحي ان هو ديفندر للاثنين اللي قدام، لكن حمدي فتحي ما بقاش ديفندر للاثنين اللي قدام. حمدي فتحي بقى مهاجم، لان الفرقه ما عملتلكش عمق، الفرقه بقت تطلع بيك، فخليت قفشه مش ديفندر، مفيش مساحه يلعب فيها الديفندر اللي هو للمهاجمين. يعني هي الفكره انه دايما حمدي فتحي لما بيبقى ديفندر للثلاث لعيبه اللي قدام. على فكره يعني لما بيفكر فيها مستر كولر بيعملها بالشكل ده، لكن لما فرقه سياتل عملت ما عملتش عمق دفاعي اللي حصل وضغطت الفرقه شويه، حصل ان ما بقاش فيه حمدي فتحي هنا يقدر يستغل الموقف ويقدر يستغل، فكان الافضل ان قفشه ينزل ويلم. ولكن في اخر الامر، قبل ما نتكلم في فنيات، قبل ما نتكلم في اي حاجه، انت بتعرف تكسب طبعًا. انت بتعرف تشرف بلدك طبعًا. انت وصلت بتلعب ريال مدريد، ودي حاجه عاديه بالنسبه لنا لعبناها. كابتن انت الوحيد اللي بتعرف تشرف بلدك، ورحنا ولعبنا بايرن ميونخ قبل كده ولعبنا في فيعني يعني احيانا هيطلعوا بقى يقولوا ايه، ان البطوله سهله. هيتقال ايه يعني المره الجايه؟ يقول عارف مره يقول لك ايه، مش ده ريال مدريد، ريال مدريد ده بتاع الدرجه الثانيه. يعني ناس اتجننت والله.